هذه عندنا حاجة اسمها بيايا، بيايا هي زي الفطيرة، هذه هنا حشوة المانجو، حشوة الكراميل، حشوة الشوكولاتة، حشوة الأوبي، أوبي اللي هي اللي تكلمنا فيها قبل كده. طبعا هنا عندنا العجينة، يأخذها من هنا، يأخذ العجينة يسويها بالشكل ذا، وهذه كده الشوكولاتة، حطها كورة 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 كورة، تسند، ثم بعد ذلك تفردها فرد. على الطاوة أنا فليفريان شوكو شوكولات، هذه هنا أنيان هارينا، هذه هنا الدقيق عشان الدقيق متعدد الاستخدامات، حطوه هنا، نروح عندهم. بدأت تستوي هذه، هذه شوف الجديدة كيف، وهذه شبه مستوية. يا سلام. قيمة قيمة كل واحدة 10 بيسو. بعد كذا بعد ما تستوي على الجهتين، أيوة، حطوها هنا، كل واحدة 10 بيسو. أخذنا من كل واحدة من كل نكهة، أخذنا حبة، جربها بعد شوية.